خوتي المحسنين الله يجازيهم بالخير يشوفوا فيا وفي هاد الوليدات، عندي 4 الوليدات والمصاريف ديال الكرا والمارط، وخاصني نعمل الراديو الكبير ديال الضغط ديال القلب، وما جي العيد يعني مع الغلب الله. السلام عليكم. اول حاجه كنشكرك الله يجازيك بالخير حيت جيتي عندي ولبيتي الطلب ديالي الله يرحم لك الوالدين. انا كنوجه رساله لخوتي المحسنين الله يرحمكم الوالدين الله يجازيكم بالخير. اللي قدر باش يعاونني الله يرحم له الوالدين. انا كنت مزوجه وعندي 4 الوليدات، تفرقنا انا وباهم، كتاب المكتوب صافي، كل واحد مشى فحالو. كنت خدامه بخير وعلى خير الحمد لله، ما كان خصني حتى شي خير، ماشيه في الخدمه ديالي مزيانه، انا ماشيه بوليداتي، كناخد النفقه داكشي اللي خرج للقانون كناخدو. ولكن جا واحد النهار مرض جراو عليا من الخدمه، خدامه في الخياطه، هاي سقسيوني خدامه في البلانشا، يعني كنت خدامه في خياطه كان بلانشي فينر. مرات بقيت كنطيح جراو عليا، يعني فاش مشيت للسبيطار ودوس وكل شيء خرجوا لي الدواء، النوبه الاولى النوبه الثانيه دفعوني للسكانير، دوست السكانير وهيداك ما خرج لي حتى شي حاجه. انا عندي واحد العرق في القلب ديالي يعني كيجهدوا الدقات ديالو، فاش كيجهدوا كنطيح. دابا انا دوست السكانير طلع لي كلشي مزيان، دابا طالبي لي الراديو الكبير للتخطيط القلب، ودابا جيت ناشدكم اخوتي المحسنين الله يجازيكم بالخير. ما انا ما مشيتش صراحه سقسيت فيه، انا حد ديال السكانير حبست، ما مشيتش سقسيت في الراديو، يعني فاش رجعت لعند الطبيبه قرات لي السكانير، قالت لي السكانير كلشي طلع لك مزيان، ولكن خاصك تعمل تخطيط القلب باش نشوفوا شنو المشكل اللي عندك، حيت عندي هذيك العرق كيطلعوا لي الدقات ديالو بزاف، وفاش كيطلعوا لي الدقات ديالو كنغيب، ما كان فيما جاتني نطيح، ما كنعقلش على راسي. لا دابا جراو عليا، ما يمكنش، انا كنت كنمشي نخدم كنديت كنطيح تما في الخدمه في وسط الشركه، مرات شي 7 سنين دابا وزياده وانا خدامه في نفس الشركه. لا ما عقلتش عليا، بالعكس قالت لي خدامه بالورقه زياده. الصراحه كنت خدامه بالضمان الاجتماعي، ولكن فاش مرض صافي ما بقاش، يعني الضمان الاجتماعي عندها 3 شهور كيحيد الخدمه كيحبس. انا راه حبست قبل رمضان. لا انا حبست قبل رمضان، دابا اخر هذه كان عنده في هاد الشهر هذا اللي قاز، انا حبست يعني في الاول شعبان. لا استفدت فيه في واحد 2 تدويزات صافي، يعني السكانر ما استفدتش فيه. علاش؟ حيت صافي وفاي تلالي 3 شهور كيحبس، الا ما بقيتيش خدامه كيوقفوه لك. لا ما دفعت لا حتى شي وثيقه، حيت ما عقلوش عليا، انا اصلا بديت كنطيح جدا كيجريو عليا، ما يعقلوش عليك اخي الخياطه انت صافي، انا بداو كيجريو عليا كنطيح كيصيفطوني كيقولوا سير تنعيطوا لك، فيما كنطيح سير تنعيطوا لك عاود نرجع لعندهم، نقول لك دابا ما كاينش الشغل صافي تصيفطوني فحالي. ما حاولتي الصراحه نتابعو؟ ما عنديش اخي انا باش نتابع الشركه، وانا عندي 4 الوليدات وعايشه عي في الكرا، ومع كيفاش نعمل نتبع انا الشركه؟ الطلب ديالي كنشد خوتي المحسنين الله يجازيهم بالخير يشوفوا فيا وفي هاد الوليدات، عندي 4 الوليدات والمصاريف ديال الكرا والمارط، وخاصني نعمل الراديو الكبير ديال الضغط ديال القلب، وما جي العيد يعني مع الغلب الله. ما عنديش انا كنقول لولادي، كنقول من هاد العيد نمشيو لشي بلاصه ونجلسوا حتى يذبحوا الناس ونرجعوا بحالنا، ما عنديش انا يعني حسب الغلب الله. انا اللي كنت بخير كنت عايشه مزيانه، كنت خدامه على راسي وعلى وليداتي الحمد لله، ولكن كتب الله مكاتبي اللي كتصرف كريم 130 الف فرنك. انا بين الموضه وكل شيء كتجيني 160 الف فرنك، وعاد الوليدات عندي 4 الوليدات. 06 10 52 67 62 62